يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على أبيه ولا على أمه، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده، استرسلت فينا الحنانية والعاطفية لدرجة انه يبقى عندنا ولد طفل سنه 25 سنة ولسه عمال بيتعلم ويسقط برضه ونحنن فيه ويعمل مش عارف ونحنن فيه. ولذلك سادتنا اوروبا ليه؟ لان الولد بمجرد ما يبلغ ولو كان ابوه مليونير عايز يا اخوات اتعلم في الجامعه روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك شو بيع جرايد. ولذلك لما يقولوا لنا عايزين نربي الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط. الشباب لا يربى، الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، انما يربى لها سن هناك قدام. ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول اربيه، لان شرط المربى ما يكونش له تثنيحة. انما لما اجي اقول له كده يقول لك ليه ما ينفعنيش اربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعة قالوا طب استأنفوا تربيتنا اننا هنطوعكم ونقبل اننا نربيكم، بس ان اردتم ان نستأنف طفولتكم ونربيكم استأنفوا معنا طفولتكم ما تتنحوش. انما اجي اقول لك شايفين التنحلي ثم مع السلامة يا اخوان.